شوكولات بتبقى حلوه وجميله والعيال يحبوها، وبدل ما برضو بلاقيتها بتتباع في علب. وقفت كده وقلت يا بنتي يا غاليه حرتك يا درتك، حتى مهلبيه الشوكولاته بيحطوها للعيال في علب وتقعد في الثلاجات باليومين والثلاثه والاربعه، طب ما احنا نعملها. وطلعت سهله قوي. هو لبن، دول 3 كوبايات لبن، قولي نص كيلو لبن، خلي ايدك فرد، نص كيلو لبن على طول اهو، سهله في 5 دقايق تعمليها. كل حاجة كل حاجة بص فيها الاقي ايش يا اختي، كل حاجة بقت في اكياس نايلون وفي علب، فاضلش بقى غير البني ادمين يحطونا في اكياس نايلون ويبسطروا علينا ويبيعوا مننا بقى بالكيلو. انا مش عارفة ليه كده، بس ابدا مين ده، طول ما في ستات كويسين وكل العرب الستات اللي فيها زي الفل، كل واحده فيهم كده تعمل كل حاجه في بيتها على راي المثل، اعمل حاجتي بايدي ولا اقولش للبقال يا سيدي. حل السكر على كيفك، السكر والملح انا بسيبه على حسب ما تحبي وعلى حسب ذوقك انت وعيالك. لا عم مش البقال مش هيزعل، ده راجل طيب عم مش البقال على طول، يا عيني انا ما بحطش في مشنته لقمه عدله عشان الحاجات المبستره اللي بيبيعوها، بس هو غلبان برضو بيسترزق، ربنا بيرزق كل واحد وعنده برضو حاجات طبيعيه وحاجات حلوه، مش كل حاجه في علب، بس احنا بس عاوزين نبعد عن العلب والحاجات اللي بتوجع البطن. انا حطيت على النص كيلو يعني ايه 5 معالق سكر كده بس، انا برضو ارجع واقول لك انت كيفك في السكر والملح على حسب انت مزاجك عاوزه ايه. النشا بقى ايه، ده كاكاو، ده كاكاو، الكاكاو زيه زي النشا، زيه زي النشا، ما تحطوهوش برضو على طول كده يكلكع منه، لازم تفكيه بميه، فهنحط الاتنين على بعض ونفكهم بشويه ميه. الكاكاو ده انا جايباه فعلا من عند العطار من المغربلين لما كنت هناك، احلى كاكاو، خامل عليه سكر ولا مضروب ولا حاجه، تاخدي كاكاو زي الفل. هنفكهم بشويه ميه صغيرين اهم، النشا على الكاكاو، ما تحطيش ده على طول ولا ده فوق ده، يعني ما مش على طول على النار، فك الاتنين بميه عشان لو نزل هيكلكع منك ومش هتعرفي تتصرفي. انا يا اختي قال ايه، ابص في العلب، قال ده مده صلاحيته سنه، قال وده مده صلاحيته مش عارفه سنتين، نبي اي علبه اكل مكتوب عليها الكلام ده كله ولا اجي جنبها ولا اقرب لها، قال اروح واجي، قال ولسه سنتين يا اختي، ده كون البت كبرت واتجوزت ولسه الاكل في العلب، على ايه بقى وجع القلب ده كله. نفسي اعرف بيحطوا ايه في العلب عشان الاكل يقعد سنتين وسنه و9 اشهر، انا مش عارف ده الاكل لو ما كانش كده صبح ورابح لا يتاكل ولا يتشرب. ما هو على راي المثل اللي بيتكلم غاليه مجنونه، وانتوا يا حيا اللي بتسمعوني عاقلين، لو اتدحرجت منك كده خيارايه ولا قطايه، تحت السرير ولا تحت الكنبه، يومين وتلاقيها صوفت، امال بقى اللي بيقعد سنتين ده شكله ايه؟ الله يكون في عون بقى اللي بياكله، ما هو صاحب العقل يميز. ابصوا النشا مع الكاكاو لازم يتخلط كده، يبقى سايبه اهو، ما تحطيش ده ما تحطيهمش على ايه؟ بودره، لو اتحطي بودره هيكلكع، يبقى كده اهو سايل في بعضه كده، فكيه بلبن او بميه على حسب ما انت عاوزه. دي حلوه للعيال قوي. استاذ عصمت، يا مساء الجمال، هل هلالك شهر مبارك، اخبارك ايه؟ ازيك يا حاجه غاليه، ازاي صحتك؟ تسلم وتعيش والله، وحشني جدا جدا جدا، ومكالماتك الجميله بتاعتك وبتاعتي معاكو وحشاني جدا جدا، عايز اتكلم معاكو كل يوم والله. ده انت تؤمر. وامبارح كنت عايز اخش احيي الاستاذه اماني ام البنات، زي ما انا ابو البنات،
وحقيقه بس ما كانش في نصيب بقى، كان عندكم ضغط جامد قوي على التليفونات. قول لي بس كده، انت لما جيت عندي كده في الحلقه قول لي حبايبك عملوا ايه؟ والله ما تتصوريش يا غاليه، غايه دلوقتي انا كنت زي النهارده يوم 23. ما تتصوريش، غايه دلوقتي التليفونات بتجيلي والناس مش عارفه، عايز اكلم الاستاذ جوهر، الناس كلها عايزه عصمت معاه، ومش عصمت انا، عايزه البرنامج الجميل بتاع عصمت مع اهله، وطالبه حاجات كتير قوي، بس يا رب ينزل الاستاذ جوهر بالسلامه، وان شاء الله لما الجو يهدى ويفتح لنا تاني 25، اللي الناس كلها لغايه دلوقتي بتقول 25 25، ورغم ذلك بنذكر قناه الكساره على استضافتك يا غاليه ان شاء الله. يا استاذ عصمت لما ترجع 25 بالسلامه، ويرجع الناس الحلوه والظروف تهدى شويه، كل الناس هتشوف عصمت مع اهله والنشره الحلوه وكل، ونتجمع وكل حاجه هتبقى على خير. ما انت عارف ان 25 كان شعارها هنساعد بعض. طبعا هنساعد بعض، وبندي فرصه لكل واحد، بدليل فرصه لعصمت وفرصه لغاليه وفرصه لكل الناس البسطاء والناس المجتهدين والشباب. قناه كنت مسميها قناه الشباب الجميله، ان هي كانت متبنيه الشباب وبتديهم فرص وبتديهم، لكن هنرجع ونقول ربنا يأذي المؤذي، وان شاء الله باذن الله هنرجع اقوى من الاول. ويا استاذ جوهر خليك، انا عارف مدى صبرك، ان شاء الله هترجع وانت اعلامي عالمي، وان شاء الله الشجره المثمره تركب الحجاره، لكن ان شاء الله بنستحمل وهتيجي ان شاء الله يا استاذ جوهر ان شاء الله من الاول ان شاء الله، عشان نسعد الملايين في العالم العربي وفي مصر كلها بقناه 25 باذن الله. يا عم عصمت الباطل ملوش رجلين، كله بيقع. طبعا طبعا، من عمل يعمل، واحنا مش بنسمعش بحد الحمد لله. ان شاء الله هترجع يعني 25 واقفه زي ما كانت يا عم عصمت. طبعا طبعا يا حاجه غاليه طبعا، وعشان ما حدش ياخد مننا حاجه وتبقى بتاعتنا زي ما كانت، هنقول عليها شباب 25. وما بينفعش الا الاصول وعصمت وكل الشباب الحلوه. حاجه غاليه، ده انا كنت بزعل جدا لما كانت في احدى القنوات مسمينا فيها شالت الاسم الاولاني اللي هو عزيز علينا كلها، اسم مصر، وخلوا 25، هتشالت زينا بس اتشالت بثوره بقى، لكن احنا ان شاء الله هنرجع باقوى باذن الله بفضل الناس الحلوه اللي زيك والاستاذ جوهر ومحمود التوني وجميع العاملين اللي قعدت معاكم سنه، عرفت فعلا قيمه الاخلاص في العمل، وان شاء الله كل حاجه ترجع زي ما كانت. كله راجع يا استاذ عصمت ان شاء الله، وربنا يرجع كل من كان بالخير. وابن الاستاذه ام ياسمين والاستاذ خميس بهنيهم كلهم، وبشكر الحاجه سعديه اللي ذكرت اسمي اللي هي تعتبر ام البرنامج الاستاذه سعديه بولاء، وبشكر كل الناس، مش عايز اقول اسماء عشان في ناس كتير جدا بتزعل وتقول لي ما قلتش اسمنا ليه يا استاذ عصمت، ده انت السفير بتاعنا وانت العميل بتاعنا، وانت طلعت عليه القاب كتير قوي يا حاجه غاليه ما استاهلهاش والله. اقعد بقى يا استاذ عصمت كده، احنا خدنا منك الافكار الحلوه، عشان انت راجل بتصاحب كل الناس وبتقعد مع كل الناس وبتوفق كل الناس، فالنهارده احنا خدنا منك بقى لو يعني لا مؤاخذه الفكره دي، وهنطبقها دي النهارده في الحلقه بتاعتنا، وهنعمل مبادره حلوه. اقعد بقى واتفرج كده علينا. ان شاء الله معاكم، شرفتنا معاكم وبقلب المصريين الحلوين والناس هم يعني الحمد لله ان شاء الله. واسف للاطاله، وبحيي كل الناس العربيه والناس كلها، وام بطه وام يوسف، انا عايز اقول اسماء بس برضه اعذروني لو غيرت الاسماء، لان طبعا السن برضك ليه احكام، وكل سنه وانتم طيبين. واشكركم على استضافتي معاكم في البرنامج يا حاجه غالي. تسلم يا استاذ عصمت، وسلام للاستاذ جوهر وجميع، والاستاذ احمد احمد طارق وكل الناس اللي عندك، واميه الامراء، وانا تحت امركم في اي وقت يا استاذ. تسلم غالي. تسلم نفسك معانا يا استاذ عصمت، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. الف سلام، متشكرين جدا يا حبيبتي. الف سلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. هنرجع بقى للمهلبيه، هي سهله قوي، يعني لو عيالك زنوا وعيطوا في ثانيه تعمليها كده وانت واقفه. لبن وكلها مفيده وطبيعيه، لبن طبيعي وكاكاو طبيعي وسكر ونشا، وتعمليها كده. وده بقى دي حبه شوكولاته كده بيتباعوا كده عند البقالين، هتلاقي الكيس فيه بنص جنيه وفيه بجنيه وفيه باتنين جنيه ونص، تحطي برده منه للعيال كده، يخلي كمان الالوان تخلي العيال تبقى مبسوطه وفرحانه وتجري على حاجه تاكلها. كل ما تغيري للعيل وتلوني له في الاكل يحب الاكل، عشان الستات اللي كاتبنا على الصفحه وتقول ابني خاسس، ابني ما بياكلش، ابني ملوش نفس، كل ما تغيري العيل غيري له مرعته، المرعى بتاعته انت ترعي، يعني المرعى الاكل معدته، كل ما تغيري له زيه زي الكبير. انت تقدري تاكلي كل يوم فراخ؟ ما تفضليش كل يوم تاكلي في العيل رز رز رز، لوني له في الاكل وغيري له، هتلاقي العيل نفسه اتفتحت، لا تجيبي له شيء دواء شهيه من الاجزخانه ولا الكلام ده كله، هي الالوان الطبيعيه والحاجه الطبيعيه، وتغيري له في الاكل عيلك هياكل يبقى زي الفل.